بسم الله الرحمن الرحيم، وانا في بيت رديده سعدت ان التقي باحد الاخوه الكرام المشاركين في سباق همم القريه القبلي. الاسم الكريم فهد بن ناصر بن حمود الفهدي من بركه الموز. ما شاء الله الاخ فهد، سمعت انك مشارك في 100 كيلو، كيف كان استعدادك؟ الحمد لله حقيقه اليوم هذا الفتره هذا السباق النسخه الثالثه من سباق همم ارتئيت اني اشارك في مسافة 100 كيلو. جميل. حد قريب. هذه اول مسافة اقطعها في مسيرتي الرياضية. جميل، الله يوفقك. كعداء، فكان صراحة تجربة جدا جدا ممتازة. حقيقة ما ابرز المكتسبات اللي وجدتها من خلال التجربة؟ اولا حقيقة الاستعدادات كانت هذه السنة كانت قليلة، يعني ما كثيرة، بداية المنتصف الاول من هذه السنة كانت قليلة، لكن الحمد لله بعد المنتصف الاول والمنتصف الثاني السنة كانت جهزات طيبة من القرية ومن صالة الرياضية ممتاز وتمارين القبلية، الحمد لله كانت المكتسبات حقيقة. كسبنا اولا تحمل، اول شيء رؤية يعني الجبال الحجر، من طبعا هذا السباق هو الترا الحجر الترا من ولاية الحمراء الى بركة الموز. نعم، طبعا مررنا بجميع التضاريس من الحمراء الحمد لله، وبداية من القرية الحار القريمة في الحمراء، ثم الى مسبات عبريين، ثم الى حل جواري، حلية شرف وقيود. نعم. وقيود، وبعدها إلى ايوه، ثم الروس، وإلى أليلة، ومن ثم إلى قبة البيوت. ما شاء الله الحمد لله كانت تجربة جدا ممتازة. وحقيقة كان إنجاز بحد ذاته. ما هي رسالتك لمن يشارك في هذه البرامج؟ طبعا التجهيز، ثم التجهيز دكتور، والعداد البدني ضروري والنفسي أهم. نعم، يعني لو ما عدادات نفسية موجودة العداد البدني ما يكفي. نعم، فأنصحهم بالعداد البدني والنفسي. نعم، جزاك الله خير، بارك الله في سعيد بالحديث إليك، بارك الله فيك، الله يوفقك.